من ميدان سباق الخيل، أعلن مهرجان كيل إطلاق مهرجان عز ومجد لبنان لسباق الخيل المقرر إقامته في تشرين الأول المقبل برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستسلم كأس مهرجان ومسابقة سمو الشيخ زايد في عام التسامح بحضور السفير الإماراتي الدكتور حمد الشامسي. رئيسة مهرجانات كيل المنظمة لهذا الحدث السيدة أمل شومان سليمان أكدت أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إحياء عز العاصمة بيروت وألقها وميدان سباق خيلها. رح يحمل هالمهرجان أيضا رسالة مهمة ألا وهي تسليط الضوء على عدد من المشاريع الهادفة من أجل تشجيع الاستثمار فيها، ورح يثار إلى عرض أفكار هالمشاريع وتفاصيلها على لجنة مكونة من عدد من الخبراء والمختصين ليتم اختيار أبرز 4 أو 5 مشاريع والإعلان عن الفائزين خلال المهرجان اللي رح يقام بتاريخ 12 تشرين الأول بميدان سباق الخيل. وسبق المؤتمر حفل عشاء أقامه مصطفى وأمل سليمان، حضره حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية وأحياه عدد من الفنانين.